مساء الخير، أنا الدكتور باسم حاتم، أخصائي جراحة العظام والمفاصل من مستشفى تداوي التخصصي. اليوم في عنا حالة تنكس ورك، راجعنا المريض من حوالي 4 أسابيع بقصة ألم ورك مزمن صار يزداد في الفترة الأخيرة بالأشهر الأخيرة. بعد إجراء الاستقصاءات اللازمة والأشعة اللازمة تبين وجود اهتراء عالي المستوى بمفصل الورك اللي هو التنكس، تالي لرط منذ 20 سنة مجرى له جراحة. تم اتخاذ القرار بتبديل المفصل والحمد لله أجرينا عملية ناجحة وجميلة وسريعة، وإعادة التأهيل كانت بدأت من اليوم الثاني بعد الجراحة بحمل وزن جزئي مع مشي باستخدام العكازات، والمريض الألم عنده مستوى متدني جدا بعد الجراحة، واليوم تم تخريجه من المستشفى والحمد لله أموره جيدة جدا ومرتاح وما في ألم. نتمنى السلامة للجميع.